رجعنا لكم مشاهدينا بعد الفاصل، وبنتكلم أكثر الآن مع محرر أو مع صحفي أكثر عن دور الصحافة في الكويت ودور الصحفي بأن ينتقل الخبر الصحيح، وبوجود السوشيال ميديا والأخبار الكثيرة اللي بعضها ممكن تكون غير صحيحة. أكيد راح نتعرف على ضيفنا الصحفي غانم سليماني، حياك الله. الله يحييك، يا أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة. العفو، حياك الله. طبعا راح ندردش ونسولف هناك في بعض الاتهامات على الصحافة، خلينا نقول عندنا بالكويت، ما نبي نقول بشكل عام كلهم ولكن نسبة قليلة، ونتمنى أن ما تكثر هذه النسبة وتأثر على الباقي الصحفيين عندنا. في البداية ودنا نوصل للمشاهدين المراحل اللي يمر فيها الصحفي لكي يحصل على الخبر. المراحل الحصول على الخبر، طبعا في مصادر كثيره للصحفي. طيب. يعني في مصادر تقليديه اللي هي مثلا يقدر يحصل عليها من الوزارات اللي في جهات اعلاميه ووحده اعلاميه في وزاره ممكن يحصل على الخبر، وهذا الشيء يعني ما يحبذ انك تروح على طول الوحده الاعلاميه انك تاخذ على طول الخبر وتسلمه مثلا حق جريدتك، يعني هذا مصدر يعتبر انه مصدر مهم، ولكن يعني ما يفضل انه دائما تكون مصادرك من جهه اعلاميه. في مصادر ثانيه هو مصدر علاقاتك مثلا مع المسؤولين، انك مثلا تتواصل معاهم، تتعامل معاهم، تسالهم اسئله، تطرح عليهم اسئله. المصدر الثالث اللي هو احتكاكك بالجمهور وبالشارع بالناس، وتشوف المواضيع اللي تحسها يعني المجتمع. صح. وتنقلها وتعكسها في صحيفتك. في نتكلم ايضا عن يعني مصدر مهم، يعني نقول اطلب بالفتره السنوات اللي طافت، هو التواصل الاعلامي والتواصل الاجتماعي، يعني اعتبر يعني مصدر رئيسي من الاخبار الان. ما نقدر يعني بدون تويتر نعرف ايش قاعد يصير. صحيح. يعني لازم انا اتابع تويتر شنو قاعد يصير الحدث وهذا، وشنو اهتمامات الناس. صحيح. فهذا مصدر يعني رئيسي. قبل ما كنا يعني ما كان في تويتر ولا شيء، كنا نعتمد على الفاكس، نعتمد على الوكالات، نعتمد على الوحدات الاعلاميه، نعتمد على التصريحات. ليش صرنا شيء قمنا نعتمد على تويتر والسوشيال ميديا اكثر من الجريده والصحافه والتلفزيون والامور هذه؟ لا، كصحفي انت تعتمد تعرف شنو قاعد يصير بالشارع. صحيح. شنو القضيه المهمه؟ والحين اصبح عندنا مفهوم جديد في العالم كله، المواطن الصحفي. كل شخص معاه تلفونه ومعاه موبايله، ممكن يصور لك مثلا لو نقول شب حريق مثلا اي مكان، ممكن اي شخص عادي مثلا ما له علاقه بالصحفي يصور ويصير صحفي يصيد الحريق بزاويه معينه او شغله. فهذا يسمونه المواطن الصحفي. انت مثلا تقدر تستعين بهالمقطع هذا وتنقله عندك بالجريده، بس بعد ما طبعا ما يعني يخضع الى عده امور وتزود على المصادر. فاعتبار ان هذا التواصل الاجتماعي اعتبر مصدر رئيسي الان في وقتنا الحاضر. يعني نقدر نقول ان اليوم الحصول على الخبر بالنسبه للصحفي اصبح اسهل ام اصعب مع وجود السوشيال ميديا؟ أنا والله بالعكس، أنا قبل كان الوضع يعني سهل، الحين صعب إنك تحصل خبر متميز مع الكم الكبير من الأخبار. صحيح. صعب إنك تطلع شغلة متميزة وشغلة ما حد يعني وصل لها. شوف في تويتر تشوف أخبار تطلع لك بزاوية ثانية ما حد تناولها. بالضبط. فهذا أمر صعب. يعني حتى إحنا في الموضوع أنا دائما أتكلم في صالة التحرير قبل. كان عندنا ورق وقلم وفاكس بس، ما عندنا شيء. صحيح. حتى كمبيوتر ما فيه، لأنك أنت تعتمد على ما توجهك حق الوزارة مثلا وتصاريح من المسؤولين. صحيح. وتنزل الميدان ومش عارف. الآن الصالة اختلفت، لازم عندك جهاز كمبيوتر تعرف شنو قاعد يدور في العالم من مواقع التواصل الاجتماعي. وانتهى دور الفاكس وانتهى دور القلم. خلاص الحين ما تدش الجريدة قلم وياك عادي تروح تكتب شو اسمه، فاختلف الوضع. حلو. يمكن احمد مع ضيفنا الصحفي اليوم، انا قاعد الصبح ابطل الجريده اقرا الخبر، يمكن ابطل الجريده الثانيه القى نفس الخبر، يمكن متغير بس اول سطر وثاني سطر والمانشيت فقط لا غير. ليش قاعد يصير هذا التشابه في المواضيع والطرح كوبي بس؟ هذا الامر اللي قلته قبل شوي، ان بعض الصحفيين وبعض يعني الجهات يعتمدون على الخبر اللي يوصلهم من الوزارات المصدر على طول. بالضبط. هذا مو شيء مو عيب يعني، بس انت كصحفي مثلا نقول في خبر مثلا في تدوير صار في وزاره معينه، اداره العلاقات العامه والاعلام اعطوك الخبر كصحفي، انت ممكن تقدر تبحث عن ليش صار التدوير هذا، شنو السبب، هل في ناس احتجت مثلا وقدمت استقالات، هني تقدم خبر شيء جديد.
في ممكن في واحد من الصاله مثلا التدوير احتج وقدم استقاله واعطاك تصريح ناري وقال لك لا انا راح اكشف امور مش هني الفرق بين يعني الخبر اللي يوصل لك جاهز وانك انت تفتش ورا الخبر وتحصل معلومه مثيره. هذا اللي بقولها انك لازم تفتش على الخبر وتزيد منه من خبرتك الصحفيه بالضبط. مو مجرد يوصل لك الخبر تحطه مثل ما هو، لازم يصير في بعض التغييرات مو على الخبر نفسه ولكن كمعلومات وتحقيقات على الخبر نفسه. مره يصير تغيير جذري على الموضوع، يعني تصير بدل قضيه مثلا خلنا نتكلم عن موضوع مثلا التدوير يصير قضيه ثانيه تطلع بالضبط. موضوع ثاني فينتهي وتشوف الجرائد مثلا الزميله ماخذه خبر التدوير، انت عندك قضيه من خلال بحثك قضيه ثانيه وتطلع متميز هنا انت ممكن تتميز عن خلينا نقول الصحافه الاخرى. البعض ينتقد مهنه الصحفي، ينظر لها انه ممكن تاخذ خبر بشكل سهل ومن خلالها تنقل الخبر، لكن بالواقع اكيد الصحفي يمر بصعوبات وامور كثيره عشان يكون صحفي ناجح. فكلمنا عن الصعوبات اللي ممكن تواجه الصحفي بعيد عن موضوع الخبر اللي تكلمنا عنه انه شلون يتميز بالخبر بشكل عام، ايضا شنو الصعوبات اللي ممكن تواجه الصحفي. الصحافه يعني العمل يومي، يعني كل يوم لازم يكون عندك شيء، يعني انت مثلا يعني اليوم مثلا انجزت شغله، لا الصحفي كل يوم لازم يكون عنده شغله مميزه، فهذه الشغله اللي يكون عندك قلق، يعني صراحه قلق نفسي وشنو عندك باكر هذه الشغله. بعدين شلون تكسب ثقه المسؤولين، ان تحس ان المسؤول مثلا يثق فيك ويعطيك مثلا معلومات مهمه ومعلومات يعني ممكن تفيدك بالجريده، الى جانب انك انت تسال وتبحث وتشوف الناس شنو قاعده تعاني منه، مثلا تسالهم يا جماعه شنو اليوم شنو عندكم، وهذا يعطيك موضوع ليش كذي، فالبحث دائما هو الاساس. يمكن يجرني هذا لموضوع جدا مهم، عاده بعض المسؤولين او خلينا نقول الاشخاص خلينا نقول المشهورين بشكل عام، اذا كان في وسائل الاعلام موجوده او صحفيين تلقى عند صحفي معين يوقف يقول له ما راح اعطيك خبر، لان يوم من الايام انا قلت لك خبر معين وانت حولته الى موضوع اخر ممكن اثر علي او اثر على خلينا نقول على سمعتي يعني بشكل معين. صحيح. فش كثر مهم ان اليوم انت كصحفي تكون خلينا نقول قريب من المسؤول وكنت في ثقه جدا كبيره، هذا شلون ممكن اساسا تبنيها؟ يعني هذا اكيد في علاقه بينك وبين هذا المسؤول، علاقه ثقه، شلون ممكن تبنيها كصحفي؟ الثقه ما تنبني بيوم وليله، لازم تكون في مصداقيه، اول شيء يكون عندك صحفي يعني عندك مصداقيه وعندك موضوعيه، لما تكتب الخبر ما تزود مثلا يعطيك رقم مثلا تروح مزود الرقم من عنده من كيفك، انت لازم تكون عندك مصداقيه، ومع الايام تصير في ثقه وحس انك خلاص صحفي يعني مميز وعندك مصداقيه، فبالتالي ممكن يتعامل معك. بس عبد اللطيف يمكن هم ترى يمكن تتفق معنا بهالنقطه، بعض الصحفيين يقول لك زين احنا ما لنا ذنب، نبي نتميز، نبي الخبر يكون شويه ملفت للناس، فمضطرين او للقراء بشكل ادق، فمضطرين ان احنا نحول الخبر شوي الى بعض الاشياء، يعني بعض الاضافات مثلاً؟ اضافات معينه. بعض هذا اللي انا اقوله على سؤال احمد، ان بعض الصحفيين شو يسوون، يحطوا لك مانشيت يبي يلفت في النظر للناس، ولكن بالنهايه لما تروح تشوف الخبر ما في اي صدق، ما في محتوى للقارئ، وما استفدنا اي معلومه من اللي حاطه مجرد مانشيت عشان يبي يجذب الاشخاص للجريده او للمجله او للمقال نفسه بشكل عام. نبي نعرف والمشاهدين يبون يعرفون من هو اللي نقدر نقول عنه صحفي؟ هل هو اللي لازم يدرس صحافه؟ لازم يكون عنده ثقافه ومعلومات، اوكي ما درس بالجامعه، هل ثقف نفسه في دورات؟ لازم تكون عنده ثقافه قبل لا يدش هذا المجال، او اي شخص مسك له ورقه وقلم نقدر نقول عنه هو صحفي. انا بتكلم عن موضوع المانشيت، هو موضوع المانشيت يطلع من الموضوع نفسه، شنو اهم شيء بالموضوع؟ انت تحطه مانشيت، مو معقول انه شيء مو صاير بالخبر انه تحطه، يعني هذا شيء يعني مو مقبول، يعني مو مهني، يعني مو مهني. لازم تكون في مصداقيه، ولازم تكون في موضوعيه، لازم تكون في حياديه، وتكون يعني اهم شيء المصداقيه بالنسبه للصحفي. موضوع الدراسه مو شيء اساس، احنا ياما احتكينا مع ناس مثلا درسوا في الجامعه وكليات اعلام، بس يعني ما يعني مو اقلل من اهميه ان الفتره اللي درسها، بس ما عنده علاقه بالصحافه، بس طبعا لابد ان تكون عنده ثقافه او ماخذ بعض الدورات في ثقافه، بس ما يعرف يكتب خبر، ما يعرف يكتب خبر. في مقابل في ناس مثلا احنا نحتك معاهم بالميدان، انه حتى جامعه ما درس يعني، بس فنان يكتب الخبر وعنده حس صحفي وعنده ثقافه وعنده، بس مو شرط. هي لو كانت الدراسه موجوده فبها ونعمت على قولتهم، يعني شيء طيب، بس يعني مو شرط اساسي. انا في ناس ايش كثر انا شفتهم ان درسوا جامعه
ما يعرف. طبعا كلامك احنا ما ننكر استاذ غانم من كل شخص درس في الجامعه انه ما في منهم منجزين او صحفيين، في منهم، ولكن اللي تبين من كلامك انه فعلا ممكن واحد يصير صحفي مو جالس بالجامعه ولكن عنده القدره والهوايه والثقافه اللي يملكها يقدر يكون بس يطور نفسه. لازم يطور نفسه من خلال القراءه، من خلال الدورات التدريبيه، ومن خلال الممارسه. صحيح. اكيد احنا مستمرين في موضوعنا واسئلتنا، لكن مشاهدينا نطلع هذا الفاصل وراجع لكم. رجعنا معكم مكملين حوارنا مع ضيفنا غانم الصحفي، ولكن حوارنا شيق وفي بعض الاتهامات للصحافة مثل ما قلنا في بداية الحلقة معك، ولكن بنروح على السوشيال ميديا وركز عليها شوي. وايد أشخاص يطلعوا لك في بعض الأكاونتات يحطوا لك فوق حصري أنا وكالة أخبار، أنا صحفي، تلقى يمكن هو ما عنده لا الخبرة ولا الثقافة ولا يدري عن أي شيء، مجرد ماخذ الأخبار من أشخاص السوشيال ميديا أو أقاربه وحط الخبر وهو لا تعب عليه ولا شيء، كوبي بس. فتعليقك على هذول الأشخاص؟ هذه مشكلة عالمية تواجه حتى وكالات الأخبار اللي في العالم، إن شلون تتأكد من المحتوى الموجود في السوشيال ميديا. في تقنيات معينة، مثلا إذا في مقطع فيديو مثلا في تقنيات وفي مهارات معينة يعني لازم يتقنها الصحفي، وهذا من الشغلات اللي العب الجديد أن الصحفي لازم يكون تقني وعارف شلون يتعامل مع السوشيال ميديا. صحيح. فالحين حتى لما تقدم السيرة الذاتية حق أي مؤسسة لازم تكون عندك مهارة طبعًا. التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي. يعني جريدة قبل لما نقرأ الخبر نعرف من الصحفي أو الكاتب اللي حاط الخبر، ولكن الحين بالسوشيال ميديا أسامي ما ندري منه حاط نيكنيم وما ندري إذا فعلًا كان الخبر صحيح ولا لا. والمشكلة تدري شنو أستاذ؟ إنه ينتشر في الواتساب والكل يصدقه، وبالنهاية تطلع إشاعة ويحطون خبر من المكان الحصري اللي متكلمين عنه ويقولون فعلا الخبر غير صحيح. طبعا لا، هذا بالنسبه رساله حق المتابعين انه يتابعون الاخبار من الـ يعني الجهات مثلا الرسميه اذا كانت في اخبار مثلا مهمه وتهم البلد، واضاف الى مثلا الصحف اللي يعني عندها مصداقيه وعندها يعني صفه اعتباريه، مو اشخاص مثلا على قولتهم وهميين يحط لك اي خبر، لان هذا قد يسبب مشكله كبيره. صحيح. صحيح. عندنا اليوم البعض يقول بأن قريبا مثلا السوشيال ميديا راح تسحب البساط من الصحافة بشكل رسمي، رأيك؟ والله هي راح تسحب البساط، بس راح تسحب. هذا أتوقع يمكن كلام. لا، راح تسحب البساط من اللي ما يطور نفسه. إذا ما تطور نفسك أنت كصحفي أو كمؤسسة أكيد راح ينسحب البساط منك، لأن خلاص هذا اللي هم شيء قادم واقع بحياتنا. السوشيال ليش ما قلنا السوشيال ميديا ممكن توقف يوم من الايام وان الصحافه ممكن تكمل؟ ممكن، انهم هم احد الاسباب قال إن ممكن النت توقف مثلا، خلاص نرجع حق الورقي، ان الشبكه هذه اللي قاعد توصلنا ممكن تتوقف، هذا احد الصعوبات، وان يعني راح ترجع حق الورقي ما تدري يعني. هذه شغله بس بالنسبه حق الصحفيين وحق الجرايد وحق الصحافه الورقيه، اللي ما يطور نفسه راح ينتهي. يعني انا يمكن قاعد اشوفها بمنظور ثاني، انه ممكن الصحفي يكون عنده اكونت بالانستغرام او بتويتر او حتى بسناب شات، واول باول يتابع مع مثلا الفولورز اللي عنده، يتكلم باخبار جديده، اي موضوع حصري يتكلم فيه، بحيث انه ترد هذه العلاقه بين القارئ والصحفي لكن بشكل جديد او مضمون جديد. ممكن هذه تكون، بس ما يقدر يواكب كل. انت لما تقدم الاخبار في قالب واحد مثلا كفي الصحف، والحين هذا اللي قاعد نشوفه الصحف اللي عندنا في الكويت بعضها يعني انشأ وحدات للتواصل الاعلامي. صحيح. على اساس انه يواكب هالتطور ويواكب هالاحداث، فممكن بس ما يقدر انه يتابع جميع الوزارات، لازم تكون في مؤسسه مثلا في اداره وفي يعني في امور فنيه، ما يقدر الشخص واحد يتابع كل الاخبار. ولكن احنا طبعا ما ننكر في صحفيين عندنا، يمكن اللي ذكره زميلي احمد انه عندهم اكونتات في السوشيال ميديا من غير ما اذكر اسم احد معين، قاعد يواكبوننا اول باول بالاخبار، سواء في تويتر، في الانستغرام، حتى في سناب شات، يعطونا الاخبار حصريه وتكون فعلا صحيحه وموثوق فيها. ولكن يمكن تأيدوني في هذا الموضوع، الاخبار تكون مفربكه بالسوشيال ميديا الحلوه اللي هي العطله الرسميه، يقولون في عطله وهو ماكو عطله اساسا. لا، ويركبوا لك مقطع فيديو من مثلا تلفزيون الكويت ان العطله خلاص. صح. قديم. بس نوقف عن جزئيه مهمه، هي مفبركه مو مفربكه،
عشان مره ثانيه اذا بتقولها خلاص عيل استاذ نايف فروي تحط لي الشده والضمه بالكلمه مفبركة انا تو على طول قال لي ممتاز فالحين نرد عليه بس رديتها خلاص ممتاز ننتقل للشباب وايد عندنا بنات وشباب بالكويت حابين يكونون صحفيين موثوق فيهم ويكونوا ممتازين في الجرايد والمجلات بشكل عام فشلون يقدر الشاب الحين او البنت تكون صحفيه شنو الخطوات اللي تسويها هل لازم التخصص بالجامعه اذا هي ما تبي تدرس اوريدي تخرجت من الجامعه وخلصت في دورات معينة تقدم للشباب والبنات؟ طبعا الصحافة هي بالنهاية هي رسالة أنا أعتبرها ما أعتبرها وظيفة أو يعني مهنة أنا أعتبرها رسالة فمن يملك هذا يعني أنه قادر على حمل الرسالة تقدم ولكن في أمور لازم يأخذ باعتبار القراءة لازم يكون عنده يعني عنده ثقافة ويقرأ ويعرف شلون قاعد يعني يترجم أفكار الناس بالكتابة يكون موضوعي ما يكون مثلا متحيز أو يكون يعني عنده عنصرية تجاه قضايا معينة وما يحب يكتب لا أنت صحفي لازم تكون موضوعي والحيادية لازم يكون حيادي يعني ياخذ جميع الاطراف مثلا في طرفين مثلا صاير مثلا شغله انه يكلم الطرف الاول وياخذ وجهه نظر الطرف الثاني اساس انه يحطهم في الجريده ويقدمهم حق القارئ. صح. القراءه او في دورات متخصصه تقدمها بعض الجهات التعليم او تدربهم على مهاره كتابه الاخبار. صحيح اذا بنتكلم عن مفهوم الحريه الصحفيه وايضا حريه الكاتب فخلنا نتكلم عن هذا المفهوم وهل فعلا اليوم في حريه للإعلام بشكل عام وحرية الصحافة لأن في ناس كثيرة اليوم ما تعرف يعني مفهوم حرية الصحفي أو حرية الإعلام بشكل عام فأريد لو نتكلم عن هذه الجزئية أولا احنا في الكويت ما شاء الله قاعد نتمتع في مساحة جيدة من الحرية حرية الصحافة وعندها مراكز يعني نوعا ما يعني متقدمة في على مستوى المنطقة يعني مو على مستوى العالم على المستوى العربي يعني على المستوى العربي الحريه يعني انك ما تسيء يعني لحد ولا يعني تجرح بالاشخاص او شغله بدون يعني بدون دليل او شغله هذه يعني اعتبرها يعني احنا قاعد نشوف يمكن بالصوره هنا استاذ بعد انا قاعد في هذا الموضوع هذا خريطه في لمنظمه مراسلون بلا حدود يحددون لك مواقع يعني مستويات الحريه الصحفيه في العالم حلو البقع مثلا السوداء هذا اللي عندهم حريه متدنيه المواقع اللي في اللون البرتغالي يعني حسنه جيده يعني جيده المواقع اللي فيها لون الاصفر يعني فيها نوع من الحريه طبعا التصنيف بطريقه معينه المنظمه هذه عندها احنا وين نقع بالخريطه لا زينين من غير ما اذكر لون لا موجودين احنا نشوف اللون البرتغالي اوكي بنص السواد هذا بنص السواد احنا البرتغالي اللي يعني حسن جيد مع انه في 2007 صار في تراجع خفيف بس لا زلنا في خانه يعني متقدمين يعني بشكل الحمد لله وان شاء الله 2018 ان شاء الله نتقدم اكثر منظمه مراسلون بلا حدود عندهم تصنيف معين شلون يقيسون ان البلد هذا عنده حريه صحافه ولا ما عنده حريه عندهم 7 معايير هالمعايير هذه يقدمونها من خلال اسئله صحيح أسئلة تعتبر استبانة توزع على ناس معينين صحفيين وقانونيين صحيح. وحقوقيين ويجاوبون عليها في كل بلد عندهم مجموعة يثقون فيها ويقولون لهم يعني كل سنة جاوبون على الأسئلة هذه اللي هي تقريبا 87 سؤال هال87 سؤال بعد ما يجاوبون عليها الناس يأخذونها المنظمة ويحللونها يسوون تحليل إحصائي تبدأ العملية من صفر إلى 100 كل ما تحصل نقاط كل ما صار وضعك سيء يعني مثلا حصلت نقطة يعني صار عندك يعني أنت لو تصير صفر مثلا حصلت صفر أنت بلد مميز وما في ولا بلد حصل يعني صفر يعني أحسن بلد حصل 8 نقاط أو 7 نقاط تقريبا اللي هي النرويج والسويد الكويت 37 نقطة البلدان اللي في الحضيض مثلا حصلت 88 نقطة في 87 هذه طبعا البلدان اللي لها يعني تاريخ اسود يعني معدومه الصحافه فيها فبالكويت الحمد لله عندنا مستوى جيد من الحريه وصحافتنا قديمه ولها تاريخ حتى لما نسافر برا ونشارك في مؤتمرات لما يشوفون صحفي كويتي له يعني رونقه وله حضور يحس يعني يدرون لما يعطونك معلومه انه فعلا راح تنشر ما راح
والحرية عندنا يعني الكل يتكلم عنها أن حريتنا ممتازة، ولكن نبي نرجع لنفس الموضوع ونتكلم عنه. بين فترة فترة يطلع تصنيف للحرية الصحفية عندنا بالكويت أنها ممكن تراجعت أو تقدمت. شنو اللي تنقص صحافة الكويتية عندنا اليوم؟ والله في مزيد من الحريات مثلا، يعني انا ما عندي، ما اقدر انا كشخص اقيم بلد كوجهة نظر، يعني كوجهة نظر يعني في عندنا حرية للأمانة، بس انا يعني التقييم ما اقدر اقيم صراحة باللحظة هذه، لان التقييم أمانة في نقاط معينة لازم تندرس ولازم تبحث بشكل جيد ومناسب. فانا اقول لك بشكل عام الحرية عندنا موجودة الحمد لله، الحمد لله موجودة وقاعدين نلمسها وقاعدين نقراها كل يوم، نشوف الآراء والكتاب والصحفيين، ونقدر نكتب وننتقد الوزارات والوزراء وننتقد بشكل يعني يعني بكل بساطة وبكل يعني أمور، ونروح بيوتنا ولا أحد يكلمنا ولا أحد. صحيح. إذا بنتكلم شوي عن مسيرتك الصحفية، وأغرب خبر كتبت عنه أو مر عليك شنو كان؟ والله الأخبار غريبة كثيرة. آخر هو يعني خبر صار في قبل فترة، ضجة في مجلس الأمة، أن ليش الكويتي ما يلبس بلسوت؟ ليش ما يشتغل بيده؟ ليش ما يصير كهربجي؟ ليش ما يصير سباك؟ ليش عندنا؟ ما يصير؟ أنا رحت أدور يعني، وكانوا ضيوف عندنا، يا ليت وينهم؟ أنا دورت، سويت تحقيق صحفي، نزلت الميدان أدور على سباك كويتي، أروح موقع مثلا السباكين، يا جماعة في سباك كويتي؟ يضحكون، سباك كويتي أنت جاي تغشمر، ما في سباك، في واحد يقعد هنا بالحر ومش عارف إيش. فتشت وسويت تقرير صحفي، ما لقيت ولا سباك كويتي ولا كويتي. اضطريت اني انا البس بلسوت وامسك العده واقول هذا السباك الكويتي لم يحن يعني وقت يعني للحين باقي لنا يعني مده لين نلقى سباكين كويتيين وهذا. فهذا من الشغلات الظريفه اللي انا سويتها. يعني يمكن ضيفه كانت معنا سوينا معها تقرير، اذا تبي ممكن نوصلك لها ام علي، نوجه لها تحيه. هي كهربجية وأول كويتية عندها جراج وتشتغل فيه، فيعني كان شوية غريب، ولكن عندها سيارات يعني وايد ناس يقولون ما عندنا بالكويت مثلا يشتغلون في هذه الشغلات فيه، ولكن يتطوعون وفي بعض المشاريع، ولكن مو كوظيفة أساسية. هذا أكيد تكون عنده وظيفة ثانية أساسية يشتغل فيها، ولكن يكون هذا مثل بارت تايم. أنا أيد الشغلة هذه، ودي أنا أشوف، ودي أشوف سباكين، ودي أشوف كهربجيين، ودي أشوف نجارين كويتيين، ودي أشوف أبناء بلدي يشتغلون هالمهنة هذا، لأنها شغلة يعني ما هي مو عيب الشغل طبعاً. يعني صحيح يعني، ودائما الواحد لما يشتغل بيده تصير بركة يعني أكبر. حلو. على موضوع الحريجة عندنا بالكويت، قاعد تشوف بين فترة فترة قاعد تصير في سواء الجامعة أو على حتى من فترة توا في شارع بعض الشير عندنا تم يعني احترقوا، فوجهة نظرك في هذا الموضوع كصحفي، هل كتبت عنها ولا لا؟ والله الظاهرة قاعدة تزيد، كتبنا عنها كتقرير مرة بيئي وأضرارها البيئية، الظاهرة قاعدة تزيد. أن ما أدري شنو تفسير هذه الشغلات، في ناس أن يعتبرون أن هالشخص هذا المقاول أنه يبي يستفيد من فلوس التأميم، يلجأ إلى يعني حرق المشروع أول شيء أخرى وبعدين يكسب فلوس التأمين. صحيح. هذا تفسير ممكن، تفسير ممكن يصير في شيء يعني فعلا احد يعني شيء لا ارادي، يعني مو بيد المشروع نفسه او المكان. فتفسيرات كثيره يعني وقاعد تزيد والله بالفتره اللي طافت صراحه. في كل فتره فتحت تقول خلاص انت ماشي بالسياره تشوف الدخان صار شغله عاديه يعني. صحيح. ان شاء الله يعني الكل يلتزم بالامن والسلامه، ويحرص انه بالنهايه البلد هذا يكون دائما بخير وامن وامان. الصحفي غانم سليماني في جريده الراي، كل الشكر على حضورك، واذا عندك كلمه اخيره تفضل. الله يسلمك، وانا احب اشكركم واتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، وشكرا على الاستضافه. الله يحييك. الله ونورتنا واستمتعنا معك في اللقاء الصحفي وبعض الانتقادات الصحفيه، ونتمنى الكل استمتع بهذه الحلقه. اشوفكم على خير في موعد جديد. مع السلامه. مع السلامه.